الابولة الواحدة ب 4 جنيه، مش هتاخديها عضل، احنا بس هناخدها بابرة الانسولين دي عشان نعرف نوزعها على الشعر. تحقيني وتدقي لكي فروة راسك. استخدام حقن العضل موضعيا، الموضوع ده حقيقي ولا مجرد خرافة؟ عندنا في التصنيع الدوائي في عاملين مهمين جدا علشان الحاجة يقدر الجلد يمتصها، بالتالي يكون ليها فاعلية موضعيا. القانون بينقسم لحاجتين اساسيين، اما الحاجة دي تكون لايبوفيلك يعني بتدوب في الدهون، وفي الحالة دي ما عندناش غير 4 عناصر اساسية، هما فيتامين الف وفيتامين كاف وفيتامين دال وفيتامين ه. والقاعدة التانية هي اسمها 500 دالتون رول او قاعدة 500 دالتون، ودي بتقول ايه؟ الحجم الذري بتاع المادة المستخدمة موضعيا يتناسب مع حجم قطر مسام البشرة. اي حجم ذري فوق ال 500 مستحيل يتم امتصاصه والاستفادة منه عن طريق الجلد. الكوبالامين اللي هو فيتامين ب12، الحجم الذري حوالي 1355 جرام بير مول دالتون، يعني تقريبا 3 اضعاف الحد الاقصى للحجم الذري. فمستحيل ان ب12 العادي اللي مصمم لاستخدامه عضل او اي فورم تاني ان هو يتم امتصاصه موضعيا. اما ب6 اللي انا كلمتكم عليه قبل كده، البايودوكسين الحجم الذري بتاعه 169، يعني اقل بكتير جدا من اقصى حجم ذري مسموح بيه. اي حاجه تشوفوها موصف باستخدامها موضعيا دوروا على الحجم الذري بتاعه اونلاين، ده اقل من 500 او بحد اقصى 500، اعرفوا ان تمام نقدر نستخدمه موضعيا، وارد يبقى لينا فازيه تحترم.